ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده. معلش انا سبتكم فتره، كان عندي وعكه صحيه شديده وربنا كرمنا الحمد لله. في بعض الفيديوز اللي انا هقولها، او فيديو مثلا هيبقى فيديو للاندر جراديويت وفيديو للبوست جراديويت، لان من الاسئله بتاعتكم انا ابتديت اعرف اذا كان الطالب ده اندر جراديويت ولا بوست جراديويت. فممكن تلاقوا الفيديو مكرر، واحد للاندر جراديويت واحد للبوست جراديويت. فالبتوع الاخوان بتوع البوست جراديويت كانوا بيسالوا على الفيرال ريبليكيشن. طبعا دي اندر وبوست، بس انا بزود كلام في الوسط. اي فيروس في الدنيا بيبقى مكون من كور وكود. الكور ده اللي هو الجينوم بتاع الفيروس، وده ايذر ار ان اي اور دي ان اي، لكن الاثنين مع بعض لا، اور دي تحتيها 500 خط، يبقى كور اللي هو اسمه جينوم، وده مكون من ار ان اي اور دي ان اي بات نوت بوث توجذر، اند كابسد. الكابسد ده اللي هو الغطاء اللي بيحمي الجينوم، اللي حوالين الجينوم. طيب ساعات ده بيبقى معاهم انفلوب، الانفلوب ده واخده من الخليه اللي خرج منها. يبقى دلوقتي في انفلوب فيروس ونون انفلوب فيروس، انما هم الاثنين لهم كابسل. المجموعه دي اسمها كابسومير. يبقى ده تركيب الفيروس، وده ايه؟ حاجه سهله وبسرعه قلناها. يبقى الفيروس مكون من جينوم، والجينوم ده هو الانفكتيف ايجنت بتاع الفيروس، هو ده اللي بيسبب الايه؟ البلاوي. تمام؟ هو ده اللي بيهاجم الخليه الحيه. الفيروس جرو اونلي اون ليفنج سيلز، لازم تبقى ليفنج سيل، ولازم تبقى ليها نيوكليس. اذا هو الفيروس لا يمكن يطلع على ار بي سيز، يطلع على اي وايت بي سيز، يطلع على هيباتيك سيلز، يطلع على اي سيل، كاردياك سيل، ماسل سيل، انما ملوش دعوه خالص بالار بي سيز لانها ملهاش نيوكليس. طيب الفيروس ده تو ريبليكيت، اول خطوه في اتاتشمنت، يلزق في الخليه بتاعته. ادي الخليه اهي اللي هو بيحبها ايا كان، وهنقول ازاي يروح لازق فيها الفيروس. بايه؟ بالكابسد، بالكابسد. تمام؟ سواء انفلوب او نون انفلوب فيروس. خلاص؟ ده بيلزق عليها بايه بقى؟ بريسبتورز. يعني مش اي فيروس يروح لاي خليه، ده ليها ريسبتورز وليها افينيتي لكل خليه. دي اسمها التوافق، توافق الفيروس مع انواع الريسبتورز اللي موجوده على الخليه. فالريسبتورز الموجوده على الخليه دي، الريسبتورز دي ممكن تبقى سي دي 4، وده اللي هو الاتش اي في اللي هو الايدز فيروس، الفيروس اللي بيعمل ايد. عشان يلزق في الخليه بتاعته لازم يكون عليها سي دي 4، وكلكم عارفين سي دي 4 يعني الهيلبر سيل، يبقى هو بيمسك في الهيلبر سيل ويحطمها، وبالتالي بيبقى فيه فاير ديفيشنسي كونديشن. ممكن تبقى سي دي 21 يمسك فيها الايبشتاين بار فيروس اللي هو بتاع الجلاندولار فيبر، يبقى لازم ريسبتور بيبقى موجود عليها سي دي 21. تمام؟ ممكن يبقى الريسبتور اسيتايل كولين، ده اللي بيلزق عليها مين؟ الريبز، السعار، الريبز. يبقى اذا في ريسبتور، دي اسمها تروبيزم. تروبيزم يعني توافق الفيروس مع الريسبتور اللي موجود على الخليه. مفهوم؟ او حب الفيروس لهذه الخليه. يبقى اول حاجه اتاتشمنت، اتفقنا؟ ازاي اتاتشمنت؟ الفيروس يجي بالكابسيت بتاعه سواء انفلوب او نون انفلوب، المهم يعني يروح لازق على الخليه. عشان يلزق على الخليه عاوز ريسبتورز. في ايه؟ في ريسبتورز كتيره، سي دي 4 عشان الاتش اي في، في سي دي 21 عشان الايبشتاين بار فيروس، وهكذا.
في اسيتايل كولين ريسبتورز ده عشان السعار الريبز. في ابيديرمال جروس فاكتور ريسبتورز، ابيديرمال جروس فاكتور ريسبتورز ده بيجي في حاله السمول بوكس الجدري. دي يبقى اذا كل فيروس عاوز له ريسبتور، يبقى دي اول حاجه الاتاتشمنت بريسبتور معين. تاني حاجه بينيتريشن، الفيروس يخش جوه الخليه بقى، هو خلاص كده لزق. احنا نيجي نعمل كده تاني، الخليه اهي وادي النيوكليوس بتاعتها والفيروس لزق، يبقى ده اول خطوه. تاني خطوه انه يخش جوه الايه السيتوبلازم بتاع الخليه دي، بينيتريشن. البينيتريشن دي تتم ازاي؟ بطريقه من اتنين، اذا كان نيكد فيروس يعني ملوش انفلوب، عباره عن كبسه كده بس، ده يخش باي فاجوسايتوزيس، يعني الخليه تبقى كده وهو يروح داخل جوه اهو، وبعدين يروح داخل جوه الخليه باي فاجوسايتوزيس. فاجوسايتوز كده كده، وبعدين تقفل كده، يبقى هو دخل السيتوبلازم. يبقى اول حاجه النيكد فيروس يخش بالفاجوسايتوز. طب الانفلوبد فيروس، الانفلوبد فيروس يلزق في الخليه، السيل ممبرين بتاعها مع الممبرين بتاع الفيروس يسمح له بريليز اوف سيرتن سبستنس، يروح يخش ويعمل بينيتريشن. يبقى طريقتين، اول حاجه اللي هو الاتاتشمنت، تاني حاجه البينيتريشن، اتاتشمنت بريسبتورز. طيب البينيتريشن تتم ازاي؟ اذا كان فيروس ملوش انفلوب بيخش باي فاجو سايتوزيس، الخليه تروح واخداه كده جواها زي الفاجوسيتك سيل، يا اما الممبرين بتاع الفيروس مع الممبرين بتاع الخليه يحصل لهم فيوجن، وبعدين يحصل ريليز اوف سيرتن سبستنس ويتش بيرميت الفيرال بارتيكلز ان هو يخش. دخل الفيروس، والفيروس مكون من كور اللي هو الجينوم والكابسد او اللي هو الانفلوبد او نون انفلوبد، بيبقى اسمه كابسومير في الاخر. معايا؟ طيب ايه اللي يحصل؟ الخليه هامله وعبيطه، تفتكر ان ده اكل، فتبتدي تاكل الغطاء بتاع الفيروس اللي هو الكابسد، اذا كان انفلوبد او نون انفلوبد هتاكله، فيبقى ايه بقى؟ خرج العفريت، العفريت اللي هو الايه؟ الجينوم. يبقى ده ثالث حاجه اسمها ايه؟ ان الكود بتاع الفيروس راح، يبقى ده اسمه ان كوتينج. يبقى دلوقتي ثالث خطوه للفيروس ان كوتينج، وبعدين تلاقوا الفيروس ده خسف به. يعني ايه خسف به؟ يعني اختفى تماما من الخليه، ما فيش اي طريقه سيرولوجيكال ولا اي حاجه نقدر نعرف اذا كان الفيروس جوه ولا لا في هذه اللحظه. دي الخطوه دي اللي هي نمره 4 اسمها اكليبس فيز. يبقى واحد اهي اتاتشن، تاني حاجه بينيتريشن، ان كوتنج يختفي، وبعدين بقى خلي بالكم مني. ايه هي بقى خلي بالك منك ازاي؟ اذا كان الفيروس ده دي ان ايه فيروس، ما احنا قلنا الفيروس هي دي ان ايه ار ان ايه، هيروح باعت ماسنجر ار ان ايه للرايبوزوم بتاع الخليه، اعملي زي، يعني اعمل ايه؟ مسج. يبقى ترانسكريبشن ثم ترانسليشن، يبقى يحصل ترانسكريبشن للماسنجر ار ان ايه، تروح على الرايبوزوم، تروح مترجماها ومطلعه نفس الجينوم بتاع الفيروس ده اذا كان دي ان ايه. اذا كان ار ان ايه فيروس، دخلنا في موضوع جديد بقى. اذا كان ار ان ايه فيروس، يا اما يبقى سنجل ستراند يا اما دبل ستراند، يعني يا واحد كده يا اما عامل كده 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 كده، يبقى دبل ستراند كده 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 كده
كده، ادي دبل ستراند، ده ستراند وده ستراند. اذا كان سنجل ستراند هو ده اللي يروح ويبقى ماسنجر ار ان ايه ويخلي الخليه تعمل. طيب اذا كان دبل ستراند، دبل ستراند واحد فيهم يبقى الماسنجر ار ان ايه. طيب ده طريقه. تاني طريقه ايه بقى؟ تاني طريقه ان السنجل ستراند ده اللي هو الار ان ايه ممكن يجي له حاجه اسمها ريفيرس ترانسكريبتيز، يقوم يحوله الى دي ان ايه ويطلع من الدي ان ايه الماسنجر ار ان ايه. يبقى دي احدى الطرق الاخرى. المهم ان احنا عاوزين نوصل لماسنجر ار ان ايه. اذا كان هو الفيروس دي ان ايه هيديك ماسنجر ار ان ايه محترمه. اذا كان الفيروس ده ار ان ايه سنجل ستراند ممكن هو اللي يروح. دبل ستراند ممكن بريفيرس ترانسكريبتيز يتحول الى دي ان ايه، ثم الدي ان ايه يدي الايه؟ يدي الماسنجر ار ان ايه. في بقى الدبل ستراند ده ممكن يبقى بوزيتيف سنس وممكن يبقى نيجاتيف سنس. اذا كان بوزيتيف سنس قلنا هيروح هو يبقى الماسنجر ار ان ايه نوع واحد منهم. اذا كان نيجاتيف سنس يبقى عاوز بوليميريز يحوله، لان الريبوزوم مش هيعرف يترجمه هو نيجاتيف سنس لانه طالع من الفيروس وملبك حاجات، فما هيجي الريبوزومز يترجمه مش هيعرف، فلازم النيجاتيف سنس يتحول بالبوليميريز بتاع الفيروس الى بوزيتيف سنس ويبعت الماسنجر ار ان اي. يبقى اذا الموضوع بالنسبه لكم يعني مش عويص قوي. اذا كان دي ان ايه هيطلع مسنجر ار ان ايه وهتتقري. اذا كان ار ان ايه سنجل ستراند ممكن السنجل ستراند ده هو اللي يروح. تمام. اذا كان دبل ستراند ومش عاوز يترجم ممكن يجي له ريفيرس ترانسكريبتيز من الفيروس زي الايدز فايروس اتش اي في فايروس يحوله الى دي ان ايه، والدي ان ايه تروح تطلع المسنجر ار ان ايه. يا مفهوم يا اخواني؟ طب افرضوا ان الار ان ايه ده بوزيتيف سنس، دي سهله قلنا، نيجاتيف سنس يعني مش عارف الريبوزومز يقراها ازاي، فيطلع البوليميريز بتاع الفيروس يحوله الى بوزيتيف سنس يعني يتقري فيروح مقري. يبقى دي المشكله بتاعت الار ان ايه فيروس، دي ان ايه فيروس ما فيهوش مشاكل. العمليه دي اسمها ترانسكريبشن، ترانسكريبشن يعني الار ان ايه مسج طلع، لكن عاوز يتقري يبقى ترانسليشن، واللي يتقري ازاي احنا فهمتكم الموضوع. بعد ما يحصل ترانسكريبشن يحصل ان الفيروس جينوم يبتدي يتكون. اذا كان هو ار ان ايه يبقى في ار ان ايه. تمام؟ يبقى ده اسمه ان ايه اور ار ان ايه سينثيسيس، يعني نيوكليك اسيد سينثيسيس. سواء اذا كان هو دي ان ايه او اذا كان هو ار ان ايه، يبقى ده اسمه نيوكليك اسيد سينثيسيس. تمام. يبقى دي نمره خمسه. وبعدين يبتدي الفيروس بروتين اللي هو الكود يتكون. يبقى اذا تم تكوين الفيروس او تجميعه، تجميع الفيروس، يبقى ده اسمه فايرال اسمبلي يعني تجمع مع بعض، اسمبلي تجمع مع بعض وبقى فيروس كامل. وبعدين خلاص بقى عاوز يخرج، خليه طهقت يبقى خليه تفرقع، يبقى يحصل لايسز ويخرج ملايين الفيروسز اللي هيهاجموا ذا سيم تايب اوف سيل اكوردنج تو اتس ريسبتور. طيب افرض انها ما فرقعتش، قالوا يقعد يقرب منها الفيروس وروح واخد الانفلوب بتاعه من الخليه ذات نفسها، تروح خليه باك وطلعها كده باك باك. ليه؟ هيجي ينزل يقرب 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 لغايه السيل ممبرين
وبعدين السيلفين بريد يروح مديله الانفلوب بتاعه ويخرجه as a virus mature virus complete virus الكور والكود ده زي حالة الايدز. تمام؟ ادي الفيرال ريبليكيشن باختصار شديد والبوست جراديويت يقولوا كده زي الاتاتشمنت ثم البينيتريشن ثم الانكوتنج ثم فيرال ريليس بقى سواء دي ان ايه دي مسجر ار ان ايه ار ان ايه يبقى دول كلهم اللي هم الترانسكريبشن عن طريق الخلايا ذات نفسها لان الخليه بتبقى منساقه للفيروس. اعمل اللي انت عاوز تعمله ترانسكريبت اللي انت عاوزه المهم ان انا اقراه ترانسليشن يعني يقرا بقى ويقول ايه الموضوع. بعد كده يبتدي الفيرال جينوم يتكون وده اللي هو اسمه نيوكليك اسيد سينثيسز وبعدين الخليه تعمل ممبرين لهذا الفيروس يبقى ده كومبليت فيروس يبقى اسمبلي اتجمع يخرج بان يحصل رابشر للخليه وتخرج اللي جواها يا اما الفيروس يقرب وياخد الانفلوب بتاعه من السيل ممبرين اللي هي التي اصيبت ثم يخرج منها بالتدريج كده واحده ورا الثانيه بام بام زي الايدز فيروس. في اي حاجه انتوا عاوزينها اكتر من كده اللي عاوز يسال على طول يبعت وانا جاوب على كل حاجه. شكرا.